جميل، معاليكم وأنتم عملتم في رابطة العالم الإسلامي وعصرتم الكثير من جهود المملكة في تقديم الإغاثة المعونة للعالم الإسلامي، لو تحدثونا أكثر عن هذه الجهود في الفترة الماضية. يا أخي الكريم، أنا أدركت ذلك واقعا عمليا بسبب طبعا خلال عملي في الرابطة، وكون الرابطة منظمة إسلامية عالمية شعبية وطبعا مدعومة من الرابطة ولها مراكزها وجهودها في مختلف أنحاء العالم في مختلف الجولات، سواء في مؤتمرات أو ندوات أو قضايا خاصة معينة، نلحظ بشكل جلي ما للمملكة من جهود متميزة، ما تقوم بالسفرات المملكة وسفراؤها وممثلوها من أعمال كبيرة، بل حتى كثير من الناس الذين يصابون بأي مشكلة إنسانية أو اجتماعية نجدهم يلجؤون إلى سفارة المملكة، يلجؤون إلى المملكة ويجدون العون الكبير. طبعا خدمة المملكة أيضا للمؤسسات الإسلامية العالمية فيها، رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، المجموعة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من المنظمات واللجان، لا شك أنها تبرز مكانة المملكة عالميا وإنسانيا. وهذا كما قلت طبعا منطلق من رسالة الإسلام، لأن رسالة الإسلام إنسانية عالمية ورحمة للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا ما ينبغي أن نعتز به نحن في المملكة ونحرص عليه، ونحمد الله أن نجد كثيرا من الموضوعيين والعقلانيين يدركون إدراكا حقيقيا ما تقوم به المملكة من جهود في مختلف أنحاء العالم، المراكز العالمية، المساجد، الجمعيات الإسلامية، في حتى الأقليات المسلمة في أوروبا، في أمريكا، في مناطق مختلفة من العالم، نجد أن معظم أنشطتها وأعمالها مدعومة من المملكة العربية السعودية. ونحن نتذكر سواء لما كنت في الرابطة أو قبل الرابطة، لما كنت في وزارة الشؤون الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نجد كثيرا من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورؤية البعيدة في المدى للقضايا الإنسانية، وطبعا سمو الأمير محمد بن سلمان انطلق أيضا نفس المنطلق. ولذلك ينبغي أن نحرص كل الحرص في هذه البلاد المباركة على المحافظة على هذا المنهج، على الالتفاف حول القيادة الكريمة، على الحرص على التعاون مع المؤسسات التي لها جهود، وبخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتالي يكون شعب المملكة مع قيادته على نفس المنهج الذي نشأت عليه هذه البلاد المباركة، هي نشأت على الإسلام، طبقت الشريعة الإسلامية، خدمت الإسلام والمسلمين، خدمت الحرمين الشريفين، قدمت المساعدة الإنسانية للعرب وللمسلمين، بل لغير المسلمين، لأن رسالة الإسلام كما قلت رسالة عالمية إنسانية، والمشترك الإنساني يجب أن يتعاون المسلمون فيه مع غيرهم. صحيح، مثل ما ذكرت معاليكم وهذه الجهود المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية، وأسأل الله لا يحرمكم أجرها، وخدمتم في فترة سابقة في إيصال هذه المساعدات والإعانة والإغاثة للعالم الإسلامي وإلى كافة أنحاء العالم.